يا ديرتي مهما اختلفنا بتبقين، أم الجميع وخاطرك ما نبيعه، حنا عيالك ذخر اللي تخبرين، بدو حضر نفداك سنة وشيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية عطرة زاكية من الحب والورود ورايحين نبعث إليكم أينما كنتم، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج أصايل من قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية للموروث الشعبي في هذا المعلم التراثي السياحي الجميل. نتواصل معكم مع استعداداتنا لاحتفالاتنا الوطنية في شهر فبراير، شهر الوطنية بامتياز. مساكم وطن، مساكم فرحة مستمرة إن شاء الله دائما من خلال هذه الاحتفاليات في هذه الأجواء الجميلة. باسمكم طبعا أعزائي المشاهدين أرحب بمن ضم لنا في هذا النقل الحي والمباشر، ودائما أمسي بالخير على زملائي حبيبة وعبد الله. مساء الخير. مساء الخير عيد، مساء الخير حبيبة، وأيضا نمسي بكل الخير على كل مشاهدينا. يمكن هذا التواصل وهذا النقل على الهواء مباشرة بعد هذا التفاؤل وهذا الحب، نقول السلام لكل محبين السلام، نبعثه من أرض الصداقة والسلام من الكويت، من هنا بعد أن ازدانت بأثوابها لأعراسها وأفراحها الوطنية. احنا معاكم في هذا النقل الحي المباشر من هذا الموقع، من هذه المنطقة الحدودية كيلو 59 باتجاه منفذ السالمي، قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، وهي جزء من كل لاستنفار وزارة الإعلام بفعاليات وأنشطة مختلفة تماشيا مع الأعياد الوطنية. ونقول مساء الفرحة، مساء الوطن السعيد، مساء السلام، مساء المحبة من هنا من الكويت. مساء الخير حبيبة. مساءك خير يا عبد الله، ومساء الخير يا عيد. سعيدة بوجودي معاكم، وسعيدة أكثر بهذا التواصل بيننا وبين مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون الكويت وقناة العربي لمدة ساعتين من الزمن على الهواء مباشرة. تعودتوا علينا من خلال هذا البرنامج أن احنا نكون متواجدين في داخل قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية للموروث الشعبي الخليجي لمدة يومين، لكن إن شاء الله بمناسبة هذه الأيام الجميلة رح نتواصل معاكم لمدة 4 أيام، نتمنى نكون ضيوف خفاف عليكم بهذه المناسبة. وبمناسبة هذه الأيام الجميلة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي. يعني نتمنى فعلا لكم كل السلام، نتمنى لكم كل الاستمتاع بداخل هذا الموقع الجميل وبداخل كافة مواقعنا اللي إن شاء الله رح تكونون على موعد معاها. يمكن عبد الله مهد في البداية أن يعني وزارة الإعلام قامت مشكورة للأمانة بعمل خطة وجدول طويل جدا من الفعاليات اللي نتمنى ونتأمل أنها تحوز على رضاكم. أكيد زملائي عبد الله وزميلتي حبيبة في وزارة الإعلام نتواصل معاكم من خلال هذه الاحتفاليات ونقل هذه الاحتفاليات. هذا دورنا وهذا واجبنا، كل مواطن ومقيم على هذه الأرض، على ثرى هذه الأرض الطاهرة، يسعد ويفرح من خلال الأعياد الوطنية وهذه الفرحة الجميلة. ومثل ما ذكرت الزميلة حبيبة وزميلي عبد الله، هناك استنفار وعمل ومشاركة من قبل وزارة الإعلام في هذه الاحتفاليات في مواقع عديدة في أرضنا الحبيبة الكويت. من هذه المواقع اللي طبعا تستعد وعملت للأمانة في هذه الاحتفاليات مشاهدين الكرام، هناك الأبراج وأيضا الموروث الشعبي حاليا في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، وأيضا مخيم الجيش ويوم البحار، ولا ننسى اليوم في مسرحية أطفال في يوم البحار الساعة 7 مساء، وأيضا راح تكون هناك 25 و26، وهناك أيضا حفلة للفرق الخليجية في أسواق المباركية. ما خلصنا، هناك أيضا احتفاليات واستعدادات من قبل وزارة الإعلام وأيضا مؤسسات ووزارات الدولة يا حبيبة. جميل جدا هذه الفعاليات، ويعني للأمانة احنا نوجه كلمة تحية وشكر لكافة زملائنا اللي راح يكونون متواجدين في هذه الأماكن، نقول لهم يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله تكونون قادرين على نقل الصورة الجميلة والإيجابية لفرحة أهل الكويت بمناسبة هذه الأعياد. أنا بس أبي أأكد وأستذكر يعني
يعني أسواق المباركية يمكن أنت ذكرتها يا عيد، يمكن سوق المباركية يعتبر من أبرز وأهم المحافل داخل الكويت، وكل زائر من خارج الكويت دائما لما يقول أبي أشوف كذي معلم رئيسي داخل دولتنا الحبيبة الكويت نقول له تعال إلى سوق المباركية. ففعلا سوق المباركية يعني أصبح للأمانة وجهة مهمة وبارزة. ما ننسى الدور الكبير أكيد لبرنامج أسواق المباركية اللي صراحة ساهم بشكل فعال، وكذلك من خلال الفرق اللي يعني بشكل أسبوعي قاعد تشارك من خلال تواجدها الجميل، واللي أدى للأمانة إلى استقطاب عدد كبير من رواد هذا المكان. أبي أذكر كذلك مجموعة من الفعاليات اللي إن شاء الله راح تكون تزامنا مع أعيادنا الوطنية، ألا وهي مشاركة مجموعة من الفرق الشعبية من داخل دول مجلس التعاون الخليجي. يمكن بالأيام السابقة تعودوا أن الفرق قاعد تكون محلية، لكن بمناسبة هذه الأيام راح تكون هناك مشاركات من فرق خارجية، نتمنى لها كل التوفيق والسداد. بالإضافة إلى يومي 25 و26 فبراير راح يكون هناك عرض ليزر على المسرح الروماني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ودائما عروض الليزر للأمانة تستقطب عدد كبير من المشاهدين والمحبين كذلك. إلى جانب مجموعة من الفرق كذلك مثل ما ذكرنا، مثل فرقة العرضة الوطنية اللي راح تصاحبها مجموعة كبيرة من الفرق في الأبراج يوم 25، وراح تكون البداية الساعة 1 ظهرا. أبي أذكر كذلك أن اليوم إن شاء الله راح تكونون على موعد عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت مع إعادة لحفل محافظة الأحمدي بحضور الفنانة الكبيرة قيثارة الخليج نوال والفنان عبدالله رويشد. هذه الحفلة تحديدا يمكن يا عبدالله اللي حصلت على استحسان العديد من الناس، وايد ناس يعني استمتعوا من خلال تواجدهم، وايد مواقع إلكترونية كذلك وصفحات بالسوشيال ميديا تداولت مجموعة من المقاطع الخاصة بهذه الاحتفالية. نعم، يمكن حبيبي وأيضا زميل عيد والمشاهد الكريم، ليس فقط هذه الفعاليات واستنفار وزارة الإعلام من خلال هذه التغطيات وهذا العمل وخطة أو خارطة الطريق الإعلامية التي تتماشى مع خطة الدولة في احتفالاتها الوطنية، ولكن هناك خصوصية في 25 و26، ليس فقط هذا المجهود من وزارة الإعلام باستضافة فرق وتوزيع هذه النشاطات الثقافية، بل فرق عمل جندت في 25 و26 في مناطق مختلفة من الكويت، من البرامج الإعلامية، يوم البحار، سواق المباركية، أبراج الكويت، هنا نحن معكم في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، استنفار كامل من أجل فرحة وطن إن جاز لنا التعبير. نعم، هذه الفرحة بدأت منذ رفع مقام سيدي صاحب السمو حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني، رفع علم دولة الكويت إذانا ببدء الاحتفالات الوطنية. نقول دائما وأبدا سمعا وطاعة يا سيدي يا صاحب السمو، سمعا وطاعة يا كويت، أينما وضعتينا سوف تجدينا، إن لم نكن في الصفوف الأولى فلن نقبل إلا بأن نكون في الصفوف الأولى. يا عيد إن شاء الله. طبعا زميل عبد الله وزميلتي حبيبة، وفعلا دائما الكويت تستحق الكثير والكثير، ومهما عملنا نحن مقصرين. كل هذه الأنشطة، كل هذه الفعاليات، كل هذه المبادرات الخاصة طبعا بهذه الاحتفاليات أينما كانت في دولة الكويت، راح تكون هناك طبعا نقل مباشر لهذه الفعاليات من قبل تلفزيون دولة الكويت. فاصل ونواصل معكم من خلال برنامجكم أصايل. Hey!
بناها القوم من أجدادنا، فارتقت في المجد هامات السحور. إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب. يا بلادي دمت للكون ضياء، وملأت الأرض شعرا وأدب. واحد من الفنون اللي احنا داخل الكويت تحديدا نفخر بها بشكل كبير. شيء حلو لما نشوفها مشاركتنا اليوم بداخل هذه القرية، والأحلى ان انتوا راح ان شاء الله تكونون على موعد مع هذا الفن تحديدا ومع مجموعة من الفرق الشعبية الخليجية. راح تكون مشاركة ان شاء الله في مواقع مختلفة داخل الكويت. مثل ما شفتوا قبل شوي مشاهدات ومشاهد جميلة من داخل قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية للموروث الشعبي الخليجي. شفنا القرية كثر مزدانة بأعلام الكويت، بالونات عليها ألوان علم الكويت، حتى رواد هذا المكان يعني الكل محتفل ما شاء الله بطريقته ومن خلال ملابسهم وهندامهم الجميل. وهذا الجمال أكيد وراء جهد كبير مبذول من قبل رجالات لهم كل احترام وتقدير. واحد من الأشخاص المهمين بداخل هذه القرية واللي لهم بصمة صراحة إيجابية في جعل هذه القرية بهذا المستوى الجميل قلبا وقالبا، الأستاذ سيف الشلاحي مدير قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية. حياك الله أستاذ سيف الشلاحي وشرفنا وجودك معنا. حياكم الله ومشكورين على استضافتكم لنا، ونتشرف أن نكون معاكم في برنامجكم برنامج أصايل. أنا ودي أرفع أسماء آيات تهاني والتبركات لسيدي حضرة صاحب سمو أمير البلاد وسمو ولي عهد الأمين والشعب الكويتي الكريم بمناسبة أعيادنا الوطنية إن شاء الله الدائمة بأفراح إن شاء الله وبأمن وأمان إن شاء الله. يا رب ومساك الله بالخير أستاذ سيف الشلاحي مدير قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية. وأيضا هنا رسالتي لمن يتابعنا الآن، نحن معكم على الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى، وأيضا موقعنا هنا حاليا في منطقة السالمي كيلو 59 في وسط الصحراء، قرية تراثية حضرية جمعت ما بين عبق الماضي وهذه التوصية وهذه المكرمة الأميرية من سيدي صاحب السمو بإنشاء هذه القرية لاحتضان هذا الموروث، ولكن بصيغة حضرية تواكب هذه الأعداد اللي قاعد نشوفها. ففعلا هذا الجهد لم يأتي من فراغ، منذ ولادة وفكرة هذه القرية التراثية الجميلة إلى ما نحن عليه الآن
والخير بقبال بإيجابية وتفاؤل نكمل بإذن الله. إن شاء الله احنا نتفائل دائما وبتوجيهات من سيدي حضرة صاحب السمو وبتوجيهات أخواننا في اللجنة العليا. عندنا برنامج حافل لأعيادنا الوطنية التي إن شاء الله تدوم علينا بأفراح إن شاء الله دائمة، وبمشاركتكم كوزارة إعلام في نقل الصورة الواضحة يعني عن قريتنا وعن مكانكم اللي أنتم تشاركون فيه واللي لكم دور أساسي فيه. نعم، إحنا قبل لا نتكلم عن جدولكم تحديدا يوم 25 و26 أبي وايد أشكرك يعني على هذه الديكورات الجميلة اللي تخلي الواحد كذي ينشرح صدره صراحة أول ما يدش هذه القرية. أنا من كم يوم كنت بالقرية ما شفت هالزينة كلها، اليوم ما شاء الله واضح أنكم بذلتوا جهد وايد كبير في تزيين المكان، شلون زينتوا؟ شنو الطريقة؟ وشنو الخطة اللي حطيتوها قبل لا تزينون المكان بهذا الشكل؟ احنا طبعا بتوجيهات اخواننا في اللجنة العليا تم اعداد برنامج حافل مثل ما ذكرت في عمل الالوان والاضاءات بالاضافه الى سيستم الصوت عندنا في الستيج بالاضافه الى تجهيز جوائز انا احب اذكرها لاخواننا المشاهدين ان شاء الله خلال فترتنا القادمه اللي هي 24 و25 و26 في كل يوم راح يتم توزيع يعني اليوم 24 راح يكون في باقي وعشر جوائز نقدية، ويوم 25 راح يكون في باقي كذلك وعشر جوائز نقدية، بالإضافة إلى يوم 26 اللي هو يوم الجائزة الكبرى اللي هي مقدمة من إخواننا في اللجنة العليا باسم سيدي حضرة صاحب السمو اللي هي سيارة إن شاء الله، وراح تكون في هناك عدة جوائز كذلك نقدية أعتقد أنها تتعدى 20 جائزة في هذاك اليوم، وإن شاء الله أنه بيكون في يعني مشاركة من عدة فرق شعبية ومشاركتكم أنتم كذلك وزارة الإعلام في برنامج حافل. نرحب في إخواننا من داخل الكويت ومن خارج الكويت في مشاركتنا بأفراحنا الوطنية إن شاء الله. نعم أستاذ سيف، يمكن أيضا هذه المشاهدات وهذه الأعداد ما شاء الله اللي فعلا تعنت ووصلت لهالقرية، يعني يقول احنا نقول مسافة بعيدة لكن هذه العوائل وهذه الأسر الكريمة وفعلا هذه اللفتة الجميلة منكم في استضافتهم، وأيضا هذه الأعداد اللي فعلا مفخرة. يمكن في الأعوام السابقة وامتداد لما وصلنا إليه الآن كانت الأعداد لزوار القرية في تزايد، ولكن خصوصيتنا في الأعداد الوطنية احنا نشوف هذه الجمالية بحضورهم. هذه تشكل عليكم يا معنيين في قرية صباح الأحمد التراثية مسؤولية، شلون تشوفون هالمسؤولية؟ احنا اولا نرحب يعني في زوارنا ونفرح بتواجدهم معانا في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، بالعكس احنا هذا يعتبر دعم لنا يعني كمنظمين في القرية بان عدد الزوار اعتقد فاق عدد غير بسيط، وان شاء الله راح نعلن عنه في نهاية المهرجان. احنا عندنا معلومات بس ما نبي نسربها، نبي نسمعها من الجهات دخلها مفاجأة ان شاء الله تستاهلهم. فاحنا طبعا هدفنا يعني اسعاد الزوار، وهذا هدف طبعا سيدي حضرة صاحب السمو بتوفير جميع سبل الراحة للزائر في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية. واحنا في توجيهات اخواننا كذلك نقوم في عمل يعني اللي نقدر ان نوفره في من سبل الراحة ومن سبل لاسعاد الزوار في برنامجنا الحافل اللي ذكرته واللي ان شاء الله راح نذكره بعد شوي، من فرق شعبية، من مساهمات، من دعم اخواننا في الجهات الحكومية كذلك. يعني اليوم عندنا انطلقنا في أول ماراثون شعبي في قرية شيخ صباح التراثية، ماراثون ركض. اي نعم، انتهينا قبل ساعة ما شاء الله، عندنا مشاركين تعدينا تقريبا اعتقد 400 مشارك، وفتحنا باب التسجيل كذلك لزوار القرية اليوم للمساهمة كذلك في مشاركتنا في ماراثون. بدأ الماراثون ولا للحين؟ اي نعم بدأ، والحين تقريبا توزيع الجوائز. جميل. نعم. يلا إن شاء الله نقدر من خلال كاميرا البرنامج ناخذ بعض اللقطات لهذه الاحتفالية وهذا الماراثون. إحنا للأمانة يعني بداخل وزارة الإعلام حريصين على إظهار الصورة الحسنة لمثل هذه الفعاليات وهذه الاجتهادات الكبيرة، وإحنا نوعدكم إن شاء الله أن يوم 25 يوم 26 بتعليمات من معالي وزير الإعلام والسيد وكيل الوزارة والسادة الوكلاء المساعدين أن إحنا راح نحاول كثر ما نقدر أن إحنا ننقل الصورة مثل ما هي. نعم. وهذه دعوة ممتدة للأمانة لجميع مشاهدينا اللي قاعد يتابعونا بالوقت الحالي عبر شاشة تلفزيون الكويت أو حتى قناة العربي النيون بداخل هذه القرية، خصوصا أن الإجازة بلشت فأكيد أنتم متوقعين أعداد جدا كبيرة. اليوم
عدد كبير ما شاء الله من الحضور واحنا قاعد نشوفه بين آونة واخرى من خلال الشاشه. يوم 25 و26 اعتقد ان العدد راح يكون وايد كبير. هل هناك استاذ سيف يعني مراسلات بينكم او حوارات بينكم وبين وزارات الدوله الاخرى للمشاركه في مثل هذه الفعاليه، خصوصا ان وجودها جدا مهم يعني في مثل الاماكن اللي يكون فيها ازدحامات عاليه من الزوار؟ صحيح، احنا عندنا طبعا مشاركه اخواننا في الجهات الحكوميه مثل الداخليه، قامت بتوفير اعداد غير بسيطه من المنظمين او من رجال الامن الداخليه. كذلك عندنا الصحه تم توفير عدد غير بسيط من اخواننا اللي هم اصحاب الطوارئ الطبيه. كذلك عندنا يعني احنا بالاداره عندنا تقريبا فوق 100 شخص منظم في احتفالاتنا الحاليه يعني. بالاضافه هناك عده مشاركات من اخواننا في الجهات الحكوميه، يعني انا مثل ما ذكرت قبل عندنا التامينات الاجتماعيه، عندنا الاخوان في المعاهد التطبيقيه والتدريب، عندنا وزاره الدفاع لها دور طيب معانا، وانتم وزاره الاعلام والطوارئ الطبيه، يعني وزاره الداخليه بالذات اعتقد راح يكون لها دور وايد كبير، يعني خصوصا اني اعتقد انه راح يكون في ازدحام وايد كبير برا. انا شوف يمكن انا صرحت مع استاذ سيف عندنا معلومات عن الرغم احتراما للرغبه امانه وما يبي لا بالعكس يمكن فيها رساله جميله ان هذه دعوه للحضور. يمكن اثناء حوارك مع الاستاذ سيف مخرجنا يعني اخذنا بعض اللقطات، يعني التفاوت العمري للاسر من الطفل للكبير في السن للمراه للزوج للشاب موجود يعني وحاضر معانا في بدء الاحتفالات الوطنيه. يمكن التفاوت في الفئات العمريه اكيد تطلب منكم مستلزمات معينه عشان توفرون، لكن في بالي سؤال 24 و25 و26 في جوائز نقدية قيمة جميلة، وفي بقي 24 25 و26 في جائزة سيارة يعني صحيح الجائزة الكبرى سيارة بالإضافة إلى 10 جوائز. أنا بتكلم عن آلية المشاركة فيها، يعني عند يعني تبعتوا تكنيك معين العام، هل سوف يكرر هذه السنة؟ لا، احنا طبعا في خلال الايام هذه راح تضع صناديق عند بوابة الغرية وراح تتوزع كابونات وراح يتم وضعها يوم بيومه، يعني الجائزة والمشارك بيكون في يوم تواجده، يعني دخولك للقرية يعطونك تكت معين للقرية. نعم، في رقم يعني صحيح في الصندوق وقبل المغرب ان شاء الله ومشاركتك بعد عزيز قبل المغرب راح يتم توزيع الجوائز على نزلة الشمس مثل ما يقولون. نعم، وبالإضافة إلى يعني احنا عندنا السنة هذه يعني تم مشاركة عدة فرق شعبية، كذلك تم وضع يعني عدة مسابقات في أعمار متفاوتة مثل ما ذكرت، عندنا مسابقة الأطفال بالإضافة إلى عندنا مسابقة التلوين بالإضافة إلى عندنا مسابقات ثانية للأعمار الكبيرة. وهذا يعني طبعا كل شريحه حطيتوا لها مسابقه صحيح. حطيتوا لها تفاعل معين. نعم، ما غفلتوا هالجانب صحيح، يعني بالاضافه الى عملنا فرق، يعني فرق للاطفال وفرق شعبيه للكبار، يعني اللي تذكرنا بتاريخنا وتراثنا. طبيعه فرق الاطفال انا هذه اول مره اسمع فيها. احنا طبعا عملنا يعني مسابقه التلوين بالاضافه الى مسابقات، يعني عندنا مسابقه نادي الرمايه. نعم، هي عملنا فيها كذلك مسابقه للاطفال اللي هم بسن اعتقد انه يكون تحت ال 15 سنه يعني، وبالاضافه الى مسابقه الكبار في نادي الرماية راح تكون معانا مشاركة بعد خلال 24 و25 و26 بالإضافة طال عمرك في مسابقة وزارة الإعلام. نعم، اللي تحت إدارة الإذاعة بالإضافة إلى عندكم برنامجكم الأصايل، يعني قسمنا الجوائز للأطفال ولكبار السن. نعم، يعني أنا بس إذا تسمح لي عبد الله أبي بس أتكلم عن الفندق الخاص في قرية الشيخ صباح الأحمد الموروث الشعبي الخليجي. بالأيام السابقة شفنا أعداد كبيرة من زوارنا من دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الأيام هذه ما شاء الله يعني بازدياد الأعداد. شلون بالنسبة للحجوزات؟ يعني فول الفندق ولا للحين في مجال حق الناس اللي قاعد تتابعنا؟ أنا بس أضيف اللي قاعد تفكر انتي أضيف لك معلومة أن الفندق الحجز فل تقريبا صار له أقل من شهر، يعني
ما في ولا خلاص ما في مجال واحد بس احنا يحجز. احنا تم تجهيز استراحات بتوجيه من اخواننا في اللجنه العليا، استراحه باضافه خيمه صغيره على طول يعني تقريبا 60 خيمه و60 غرفه يعني. هذا للزوار في القريه يبي له مثل ما يقولون يبي استراحه بس اقامه لا بدون اقامه مركز ويتجول في القريه يعني راح يضطر انه هو يحجز بعيد طبعا هذه صممناها على انها تكون يومي يعني من الصبح لغايه الليل يعني بسعر رمزي اي طبعا سعر رمزي نعم. يمكن اذا سمحت لي استاذ سيف واذا سمحتي لي زميلتي حبيبه والمشاهد الكريم هنا رسالة لمن يتابعنا من خارج دولة الكويت ولا يعلم سبب استنفار دولة الكويت دائما وابدا في هذه التواريخ من كل سنة. احنا نقول منذ اعلان سيدي صاحب السمو في 29 يناير برفع علم دولة الكويت إذانا ببدء الاحتفالات الوطنية. نعم 12 سنة منذ تولي سيدي صاحب السمو مقاليد الحكم، أيضا 27 سنة على التحرير، 57 سنة على الاستقلال. نعم هي أعياد وأرقام وذكرى، والله نفخر ونفاخر ونفتخر بها. فدائما احنا كوزارة الإعلام المعنيين في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية استنفار كامل من الألف إلى الياء لإظهار هذه الفرحة، والأجمل أنها ما تخرج فقط في الشاشة. الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى أن الفرحة والمسؤولية في التعبير عن هالفرحة من داخلنا قبل لا تخرج للمشاهد الكريم. أيضا امتدادا لسؤال زميلتي حبيبة، ضيوفنا من دول مجلس التعاون وزيارتهم لي خصيصا القرية، يعني أنا عندي معلومات الأخوان في المملكة العربية السعودية عوائل وأسر كريمة تريق في حفر الباطن أو أي مدينة تجي تتغدى عندكم على المغربيات ترجعوا يعني عسى الله يجمعنا الخير والطاعة. ماذا عن المشاركات الأجنبية لضيوفكم في القرية؟ وإحنا نشوف من فترة لفترة وفود تأتيكم وترافقونهم تأخذون الجولة، كلمنا عن ردود أفعال الآخر. أنا بس أحب أذكر أن تم أسبوع الفات افتتاح الجناح السعودي، جناح المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى جناح دولة قطر الشقيقة، ولهم مشاركة معنا في فرق شعبية فمسابقات شعبية كذلك من الإخوان في دولة قطر وإخواننا في المملكة العربية السعودية، تواجدهم المستمر معنا وبمشاركة حرفيين داخل الجناح السعودي. أما بالنسبة لسؤالك موضوع التواجد الأجنبي، إحنا طبعا على طول مدى الفترة السابقة كان عندنا أخواننا إداريين يستقبلون الوفود الأجنبية بشكل مستمر حتى خلال الأيام العادية يعني. فهذا طبعا يعني إحنا تصادفنا مع عدة أخوان من الأجانب من عدة دول، يعني إحنا كان عندنا سؤال كرر نقول له شلون عرفت القرية؟ فطبعا التويتر والإنستغرام والمواقع التواصل الاجتماعي يعني ينقل صورة واضحة. طيب أنا يمكن بقطع استرسالك ويهمني أمانة هذا الرد يعني، وأعتقد أنت موجود وإحنا على الهواء مباشرة لسياستنا في وزارة إعلام. نعم. خطاب إعلامي مسؤول ولسان حال الدولة وشراكة مجتمعية، فما بالك لما تكون في فرحة وطن. قبل لا يأتون كان هناك في صورة نمطية في بالهم، وبعد ما وصلوا شنو شافوا ولما طلعوا شنو قالوا عن المكان؟ صارت الحوارات الجانبية. أنا أقدر أجاوبك بهالشيء يعني أني أنا شفت لي ناس مثلاً هالأسبوع مروا علينا في الغرية وكرروا زيارة بأسبوع قادم، يعني أتوقع أن هذه يعني شيء يدل على أن نعم. القرية عجبتهم يعني. نعم. نعم. صحيح يعني. أنا بشكل شخصي كذلك أعرف ناس يعني من زار المكان قال أبي أزوره مرة ثانية، أو يا بهلة مثلا كبر الدائرة شوي وكثر العدد ويا مرة ثانية إلى داخل هذه القرية. لكن الجانب الملفت للنظر وللمتابع وخصوصا متابع برنامج أصايل راح يلاحظ أن إحنا بين آونة وأخرى تقريبا في كل حلقة قاعد نستضيف سفراء، فعدد السفراء ما شاء الله كبير، وعدد كذلك الفرق الخاصة بهذه الدول العربية كذلك يعني قاعد يكون كبير ما شاء الله من خلال مشاركتها بداخل هذه القرية. كيف يتم التعامل والتخاطب مع هذه السفارات ومع سعادة السفراء كذلك؟ احنا طبعا في بداية مهرجاننا تم ارسال كتب رسمية لوزارة الخارجية ويشكرون على يعني تعاونهم المستمر والدائم.
فطبعا في بالإضافة إلى بادرة وزارة الإعلام في برنامجكم الأصايل، يعني أنا شفت خلال فترة سابقة أنكم عندكم برنامج أعتقد أسبوعي باستضافة بعض السفراء. نعم. بنفس الوقت بعض السفراء كان يحضر مع الجالية اللي هي تبع الدولة، يعني فكان في برنامج اليوم عندي أنا طبعا فرقة شعبية لبنانية مشاركة معانا على الستيج. نعم. وأعتقد أن عندكم باكر لغاء مع أحد السفراء كذلك، مع سعادة السفير اللبناني بإذن الله. بإذن الله. نعم. بالإضافة إلى فرق شعبية مشاركة من نفس الدولة. نعم. فهذا يدل إن شاء الله على تنسيق يعني متميز إن شاء الله من إخواننا في وزارة الخارجية ومن إدارتكم في وزارة الإعلام. يمكن بنتقل إحنا دائما نقول في أصايل منذ باكورة حلقة أصايل، وإن شاء الله هذا ديدنا نحن جزء من كل، وهذا الكل هي وزارة الإعلام، وكما يقولون لا نبحث عن التنافسية بل نبحث عن الشراكة في التعبير عن الفرحة، مثل ما عندهم في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية هالنشاطات. أيضا يمكن أستاذ سيف وأيضا زميلتي حبيبة والمشاهد الكريم، الفرحة هذه في هالطفولة أعتقد هي أجمل وأنقى صور للبراءة عندما تتحدث عن الوطنية في زيهم في فرحتهم حتى في وصولهم مع أسرهم. وفي تنافس بين الأطفال بالملابس والأزياء، ففعلا لما نقول أن الفرحة فرحة الطفل بالدرجة الأولى هي فرحة الطفل بالدرجة الأولى، بعدين إحنا الكبار نيجي عقب. أنا بجمع بين فرحة الطفل وفرحة وطن، كلاهما بها من البراءة والنقاء إن شاء الله، ولا يجامل الوطن ما يجامل ولا يرضى على عياله، والبراءة دائما وأبدا اللي تشعر فيه تقوله بدون أي فلترة. من خلال هذا الجهد وهذا البرنامج أيضا حابين نذكر ببعض الفعاليات حبيبة لاستنفار وزارة الإعلام بهذه الفرق العاملة على مستوى دولة الكويت. يعني احنا في منطقة حدودية في هالمكان، لكن في منطقة أخرى وزاوية أخرى وزارة الإعلام لها بصمة لها فعالية. من السالمي وين بتودينا الآن؟ وايد ناس تتساءل وتقول وين نروح يوم 25 و26 فبراير؟ نقول لها ان وزارة الإعلام مكورة قامت بالعديد من الفعاليات بداخل اربع مواقع رئيسية، الا وهي قرية الشيخ صباح الأحمد الموروث الشعبي الخليجي. ان شاء الله يوم 25 و26 راح تكون هناك مجموعة من الفعاليات مثل ما ذكر الأستاذ سيف الشلاحي، بالإضافة الى موقعنا الآخر الا وهو في أبراج الكويت، وكذلك هناك فعاليات في يوم البحار وفي مخيم الجيش، مجموعه من الفعاليات اللي نذكرها على عجاله. بالعكس ايضا حابين ناكد يمكن لمركز الشيخ جابر الثقافي ايضا هناك نشاطات في حفلات غنائيه وفرق شعبيه وتنوع الى جانب الفرق الاعلاميه اللي تكون موجوده في مكان. يمكن راح ناخذ تفصيل، بس ابي مشاركه استاذ سيف في التعليق على عمليه الشراكه في الاحتفال. انتم في السالمي كمعنيين في قريه شيخ صباح الأحمد التراثيه، ابراج الكويت، اسواق المباركيه، مخيم الجيش، حديقه الشهيد، مركز جابر الثقافي، هالصوره هذه كسيف الشلاحي شنو تعبر لك؟ اعتقد انها تعبر عن حب الوطن، وهذا طبعا احنا نتشرف في خدمه بلدنا وخدمة سيدي حضرة صاحب السمو وسمو ولي عهد الكريم والشعب الكويتي. احنا نعبر عن حقيقة في داخلنا، يعني محبة الكويت لا تقاس، يعني في حفلة أو في تقديم، احنا في خدمة بلدنا في جميع المجالات، واللي يجمعنا في محبة الكويت هو صحيح. يعني احنا في جميع الجهات الحكومية التابعة تقوم في خدمة البلد من جميع المجالات، سواء من قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية أو من الأبراج، الهدف واحد طبعا اللي هو نجاح أعيادنا الوطنية اللي إن شاء الله تدوم علينا بالأفراح. وإن شاء الله نجحت قبل أن تبدأ منذ يعني رفع هذا العلم، علم الكويت خفاقا بأيادي سيدي صاحب السمو إذانا ببدء الاحتفالات الوطنية. حبيبة نأخذ بعض التفاصيل حتى نشرك، يعني إحنا قلنا سالمي وقلت لك حبيبة وين بتودينا في مواقع أخرى لنشاطات وزارة الإعلام. نعم. موكبة مع اللجنة الوطنية نذكر منها على عجالة قرية أو يوم البحار اللي إن شاء الله راح تكونون على موعد مع مجموعة من المسرحيات ابتداء من اليوم وحتى يوم 26 بإذن الله، وكذلك هناك مشاركات عديدة لفرق شعبية وخصوصا فرقة العرضة الوطنية اللي راح تكونون على موعد معاها في أبراج الكويت الساعة 1 ظهرا يوم 25 فبراير.
الجزائر. لكن أنا قبل لا نذكر جميع هذه الفعاليات أبي أسمع رسالة من السيد سيف الشلاحي لكل الناس اللي قاعد تابعنا بالوقت الحالي بدقيقة أو دقيقتين. شنو الرسالة اللي تحب توجهها لجميع مشاهدينا متعلقة بيوم 25 و 26 فبراير؟ أنا باسمي وباسم قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية نرحب فيهم خلال أعيادنا الوطنية، وإن شاء الله أن نقدر نوفي حق هالشعب الكريم في توفير عدد من البرامج والفعاليات اللي إن شاء الله راح نقوم في تجهيزها خلال الثلاث أيام القادمة إن شاء الله. وأكرر دعوتي لإخواننا داخل الكويت وخارج الكويت بزيارة قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية. نعم، وإحنا من مبدأ المسؤولية الإعلامية الملقاة على عاتقنا، ونحن جنود مجندة في خدمة هذا الوطن، وإحنا جزء من كل من وزارة الإعلام في خططها الإعلامية وخطابها الإعلامي ومواكبتها لكل أحداث الدولة في كل مناسباتها، سواء رسمية قيادية دبلوماسية بل حتى شعبية. وفرحة وطن نقول افرح ولكن بمسؤولية، افرح وخرج من بيتك وانت في انتظار ابتسامة وقلبك يبتسم، لا تتبع سلوك في الشارع أو غيره، هالابتسامة تقلب إلى دموع. فنقول عسى الله يدوم علينا الأمن والأمان يا رب العالمين، ودائما نقول افرح ولكن بمسؤولية، افرح وقف في هذا الفرح كي لا تتعدى على حرية الآخرين. نتمنى أن تكون الفرحة فرحة شخصية دون التعدي على حريات الآخرين. ننتقل معاكم إلى الزميلة العزيزة حنان ومجموعة من اللقاءات والجوائز المقدمة من وزارة الإعلام بداخل هذه القرية الجميلة. مرحبا فيكم مشاهدينا وحياكم الله في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، واليوم معاي فقرة المسابقات والأسئلة. وبما أن إحنا طبعا في مناسبة جميلة الاحتفالات الوطنية، الكل ما شاء الله مستانس معانا اليوم مثل ما قاعد نشوف العوائل وقاعد نشوف فرحة الأطفال بالزي الوطني الرائع أكيد. واليوم فقرتي راح تكون جدا حلوة، ما راح تكون فيها أسئلة صعبة، راح ندردش مع المتواجدين معانا في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية. أهم شيء رضاهم ورضاكم أكيد، ونتمنى تكونوا إن شاء الله متواجدين معانا في تاريخ 25-26 يوم الأحد والأثنين، راح تكون في فعاليات واحتفالات راح ننقلها على شاشة تلفزيون دولة الكويت في أبراج الكويت إن شاء الله في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، وأيضا في احتفالات يوم البحر وفي مخيم الجيش. ومعي أول عائلة حابة تشارك معانا، يعطيك العافية، نتعرف عليك. أم عبد الله. يعطيك العافية أم عبد الله، شلونك؟ الله يعافيك. شو اسمك يا حلوة؟ فاطمة الشمري. فاطمة. فايف الشمري. فاطمة مستانسة؟ إيه. شكلك ما شاء الله يهبل، شنو تبي تقولين حق الكويت؟ قلت بتقولي لي قصيدة صح، بتغنين؟ يلا عشان ما عندي سؤال ما راح أعطيك سؤال، بيش تغنين؟ فيها سر هالبلد، فيها سر هالبلد، والسر فيها بعد الله، أهلها طيبين مين عمر، أهلها مين عمر، دام يدعو لها كل صلاة، كل صلاة تندبها. وصح لسانك يا فاطمة، وأهم شيء تكونون مستانسين معنا في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية. شنو حابة تقولين في مناسبة هذه الاحتفالات الوطنية، شنو حابة تقولين حق ديرتنا الغالية الكويت؟ الله يقول الله يحفظ الكويت إن شاء الله وشعبها، ويحفظ أميرنا وأهلها إن شاء الله، وما شاء الله يعني الناس محتفلة من أسبوع يعني. أي والله الصراحة، وإحنا معاهم الحمد لله. حابة أقول الله يحفظ الكويت يا رب، وهني أجواء وايد حلوة، واللي تابع يوتيوب. ألف مبروك، ربحتوا معانا جائزة مقدمة من وزارة الإعلام.